القمة المصرية الفلسطينية اللي انعقدت في القاهرة بتأتي تأكيد على استمرار الدعم المصري والدور اللي بتلعبه القيادة السياسية من أجل الأشقاء في فلسطين، وكمان بتأكد على ثوابت الرؤية المصرية اللي بتدعم حقوقهم الشرعية في إقامة دولة ذات سيادة مستقلة وفقا للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي للفلسطينيين. في نفس الوقت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بيجري زيارة للشرق الأوسط لعدد من الدول العربية بتنتهي بزيارة إسرائيل. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أهمية القمة المصرية الفلسطينية وتأثيرها الإيجابي على الأشقاء في فلسطين. إيه الهدف كمان من زيارة بلينكين للمنطقة؟ كل هذه التساؤلات هيجيب عنها سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق اللي منورنا. سعادة السفير صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. قبل ما نتكلم عن زيارة بلينكين للشرق الأوسط، نتكلم عن القمة المصرية الفلسطينية. بكل تأكيد هي قمة مهمة، لكن أهميتها في هذا التوقيت وإيه ممكن يكون كمان انعكاساتها على الأوضاع في قطاع غزة؟ يعني هما الاثنين مرتبطين ببعض. القمة المصرية الفلسطينية أمس في القاهرة بتأتي في إطار طبعا التنسيق والتشاور المستمر بين مصر وفلسطين، السلطة ممثلة في السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء قبل العدوان الإسرائيلي على غزة أو بعد العدوان وأثناء العدوان. فالقمة دي حضرتك يعني كذلك بتأتي بعد، يعني هي بتأتي في إطار طبعا زيارة بلينكين للمنطقة زي ما أشرت حضرتك، وبتأتي أيضا بعد ما مصر طرحت مجموعة من الأفكار والمقترحات منذ أسبوعين حول الموقف في قطاع غزة. وكانت هذه الأفكار كانت حضرتك تنفيذها يتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأخيرة كانت تنتهي بوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة. طبعا كان في حضرتك زي ما انتوا حضراتكم عارفين كان في ردود أفعال من السلطة الوطنية الفلسطينية، من منظمة التحرير الفلسطينية، ومن حركات المقاومة في قطاع غزة، حماس والجهاد الإسلامي. ومصر أخذت علما بهذه الردود الفلسطينية وأعلنت أنها طبعا بتعمل ليس فقط مع الأخوة في فلسطين وإنما مع الشركاء العرب والدوليين من أجل وقف العدوان. طبعا القمة المصرية الفلسطينية هي بتأتي في إطار جولة بلينكين في المنطقة اللي هي بتمتد من 4 لغاية 11 يناير، وكما أشرت حضراتكم هي تضمنت بدأ بتركيا ثم اليونان ثم قطر، الإمارات، السعودية، الأردن، وهو اليوم هو في إسرائيل وعنده يوم حافل، برنامج حافل، لأنه هيلتقي بالرئيس الإسرائيلي ثم مجلس الحرب في إسرائيل ثم رئيس الحكومة الإسرائيلية، ثم عنده اجتماعين حضرتك مع واحد مع وزير الدفاع والآخر مع بني جنس. بس سعادة السفير قبل ما نتطرق للزيارة، نعم، أنا كنت عايزة أكمل كلام عذراً قبل ما نتطرق للزيارة للقمة المصرية الفلسطينية وأهميتها في التوقيت ده. إحنا واحد من السيناريوهات أو واحد من المطالبات اللي قدمتها أو الرؤى اللي قدمتها الدولة المصرية وجود وقف إطلاق نار دائم، ودي حاجة في شدة الأهمية بالنسبة للفلسطينيين دلوقتي، لكن هل في أي ضمانة لدخول المساعدات واستدامة دخول المساعدات ومنع قطع السبيل مرة أخرى من قبل الإسرائيليين لدخول المساعدات الإنسانية؟ لأن حضرتك شايف الوضع شديد الصعوبة في فلسطين الآن. موضوع المساعدات وإدخال المساعدات وزيادة كمياتها حضرتك دوت هو محل اهتمام مصري واهتمام عربي واهتمام دولي. وكما تعلمين حضرتك أنه وفقا لقرار مجلس الأمن 27/20 الذي صدر في 22 ديسمبر الماضي، تم تعيين مبعوث رفيع المستوى للسكرتير عام الأمم المتحدة يكون مختص، هي سيدة بالمناسبة،
لكن على حسب منطوق قرار مجلس الأمن المذكور يكون مختص حاجة بالمساعدات الإنسانية ومختص أيضا بإعادة التعمير في قطاع غزة. فمصر طبعا من أول يوم حضرتك يعني عبر معبر رفح يعني كان من ضمن الأولويات التحرك المصري هو إدخال المساعدات بصورة سريعة وبصورة حضرتك يعني تكفي الاحتياجات في قطاع غزة. اليوم الحديث بيركز على وصول المساعدات لشمال غزة، وأعتقد دي من القضايا اللي بلينكن بحثها وهيبحثها حضرتك في إسرائيل. طبعا إسرائيل هي اللي بتضع العقبات، هي اللي بتضع العقبات بحجة إن هي تقوم بتفتيش المساعدات. طبعا المساعدات بتدخل قطاع غزة ورفع علم الأمم المتحدة، وبالتالي لا يمكن تصور إن هيتم تهريب أي ممنوعات في قوافل بترفع علم الأمم المتحدة، لأنه بيتم تفتيشها أساسا في البداية. طب. لكن هي إسرائيل تريد جديد. عرقلة دخول المساعدات، لأنه يعني أنا في تقديري أنه الهدف من هذا العدوان ليس فقط حضرتك محاربة حماس أو القضاء على حماس، وإنما في أهداف إسرائيلية أخرى. وطبعا يعني كلنا في مصر يعني نشعر بالحزن البالغ والأسى على عدد الضحايا الفلسطينيين بكل تأكيد في قطاع غزة من 7 أكتوبر وعدد المصابين وخصوصا بين الأطفال والسيدات. طيب سعادة السفير، بعض الخبراء والمختصين والمحللين السياسيين شايفين أهمية هذه القمة بتكمن في إبراز أهمية الرؤية المصرية والثوابت والمحددات المصرية من هذه القضية. مما لا شك فيه حاجة من اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي، المواقف المصرية كما أعرب عنها السيد الرئيس في كل مناسبة، سواء في مؤتمر القاهرة للسلام في 18 أكتوبر الماضي، أو في حضرتك القمة العربية الإسلامية المشتركة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، أو في المؤتمرات الصحفية اللي السيد الرئيس بيعقدها مع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، أو مع وزير الخارجية بلينكن في الزيارة السابقة لبلينكن للقاهرة. دايما السيد الرئيس بيؤكد على مجموعة من العناصر اللي حكمت الموقف المصري منذ 7 أكتوبر، ودائما مصر بتطالب وقف إطلاق نار، وبتطالب أيضا حضرتك وده الذي يهمنا اليوم، أنه ربط وقف إطلاق النار بحل سياسي بأفق سياسي بالنسبة للقضية الفلسطينية. مصر دايما بتركز على هذا، وأعتقد أنه السيد الرئيس في القمة المصرية الفلسطينية أمس أعاد التأكيد مجددا على هذه العناصر. المهم في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة هو تنسيق التحركات المصرية والفلسطينية والعربية مع التحركات الدولية. طبعا كما لاحظت حضراتكم وتابعتوا مواقف الدول الأوروبية، خصوصا القوى الأوروبية الرئيسية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بدأت يعني تتبنى خطاب سياسي حاليا بالنسبة لهذا العدوان الإسرائيلي على غزة يختلف تماما عن البدايات. اليوم بدأوا يتحدثون عن وقف إطلاق نار، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، كان وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون مع وزيرة خارجية ألمانيا كتبوا مقالة ونشرت في أحد كبريات الصحف البريطانية منذ أسبوعين، يطالبون فيه بوقف إطلاق نار. طبعا التعبير اللي بيستخدم وقف إطلاق نار إنساني، لكن هو استخدمه وقف إطلاق نار. نحن في انتظار أن الولايات المتحدة الأمريكية التي لم حتى الآن من 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة لم تدعو إلى وقف إطلاق نار، نحن ننتظر أن الإدارة الأمريكية تعيد حساباتها
ومصر في هذا الشأن دائما في اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن السيد الرئيس هيعيد التأكيد على 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 ذلك في أقرب تواصل مع الإدارة الأمريكية على ضرورة وقف إطلاق نار. طبعا في الجولة الحالية لوزير الخارجية الأمريكية هو بحث مجموعة، هو لم ينطق بكلمة وقف إطلاق نار، دائما يركز في تصريحاته عن إدخال المساعدات، زيادة كمية المساعدات، إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. نقفل الحنفية الأول وبعدين نبقى نشوف. إحنا بالنسبة لنا الموقف المصري هو وقف إطلاق النار. ثم الموضوع الآخر اللي هو بيركز عليه اللي هو الترتيبات في مرحلة ما بعد الحرب، ما بعد العدوان في قطاع غزة. وأعتقد أنه في القمة المصرية الفلسطينية أمس أعتقد هذا الموضوع طرح وبحث، لأنه طبعا المسؤولية الكبرى بتقع على الجانب الفلسطيني. كما تعلمون أنه الإسرائيليين بيطالبون بسيطرة أمنية إسرائيلية دائمة على قطاع غزة، يتحدثون، وكان آخر مسؤول إسرائيلي تحدث في هذا الشأن كان وزير الدفاع الإسرائيلي منذ 3 أيام، لكن طبعا ده كان وجهة نظر وزارة الدفاع إنه يبقى في سلطة مدنية فلسطينية في قطاع غزة. لكن السؤال، فمصر بترى إنه مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي بتقع في المقام الأول على السلطة الوطنية الفلسطينية، على منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. مصر لا تعتقد ولا تشارك الرأي القائل أنه حماس والجهاد الإسلامي ما يكونش ليهم أي دور في إدارة قطاع غزة بعد أن تسكت المدافع. لا، ده لهم دور، لأنهم بيمثلوا جزء أساسي في النسيج الوطني الفلسطيني. فأتصور أنه القمة المصرية الفلسطينية تطرقت إلى هذا الموضوع اللي بيكتسب أهمية متزايدة يوما بعد يوم. طيب نقدر نقول المردود الإيجابي من الزيارة ومن القمة اللي تم عقدها، التأكيد على الدور المصري، التأكيد على الثوابت المصرية، التأكيد على الرؤية المصرية في لابد من إقامة يعني من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. أعتقد دي واحد من الحاجات اللي تم طرحها وتم التأكيد عليها أثناء القمة. تمام يا فندم، يعني ده موقف مصري معلن، ودايما مصر بتؤكده في كل مناسبة. لكن أعتقد أن مصر بترى الآن أن الأولوية القصوى هو وقف العدوان الإسرائيلي، ويكون هناك ربط بين وقف هذا العدوان والأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت اتفاق على من سيدير قطاع غزة. وسواء وهنا عندما نتحدث عن إدارة قطاع غزة هو في 3 عناصر أساسية. العنصر الأول حكي الإدارة، الإدارة المحلية. العنصر الثاني حضرتك هي الترتيبات الأمنية. ثم العنصر الثالث هو إعادة التعمير وتمويل إعادة التعمير. ودي مسألة حضرتك ولن تتم إلا بعد ما ضمان إنه إسرائيل لن تهاجم قطاع غزة مرة أخرى، لأنه كما تعلمين حضرتك أنه هل في حاجة اسمها كده سعادة السفير؟ هل هناك ضامن فعلا ألا تهاجم إسرائيل قطاع غزة تاني؟ طبعا ما فيش ضمانات، لكن الدول المانحة والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والمؤسسات التمويل الأوروبية لن تضخ أموال لإعادة التعمير في قطاع غزة إلا إذا كان حضرتك في تعهد جدي ضمان إن لأنه اللي حصل إن حضرتك خلال الحروب الأربعة الماضية اللي شنتها إسرائيل على قطاع غزة من 2008-2009 وحتى 2021 كان بيتم
جزئيا إعادة بناء ما هدمته القوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن كما رأينا حضرتك من 7 أكتوبر تم تدمير تقريبا حق ما بين 60 و70% من المباني ومن بنى التحتية، لدرجة أن الأمم المتحدة قالت أن في مباني دمرت بالكامل وفي مباني دمرت جزئية. لكن الأخطر في الموضوع أن المستشفيات تم يعني المستشفيات تقريبا حضرتك يعني خارج الخدمة غالبيتها، وكذلك المرافق الحيوية. وبالتالي ديت ودي الرؤية المصرية، ومصر بتعمل على ذلك، ويعني في أقرب اتصال بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على ضوء نتائج جولة البلينكن. مصر هتعيد التأكيد على كل هذه الأمور. عظيم. احنا هنعوز نتكلم مع حضرتك أكتر عن تفاصيل هذه الزيارة، زيارة بلينكن للشرق الأوسط، هي الرابعة في 3 شهور فقط. ما الذي تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية من هذه الزيارة، على الرغم من أن الدول اللي زارها بلينكن مواقفها ثابتة ومعلنة من الأساس؟ لكن بعد الفاصل مشاهدينا نستأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع، ونرجع بعدين نكمل كلامنا مع سعادة السفير حسين هريدي عن القمة المصرية الفلسطينية، وأيضا زيارة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط. أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. لسه طبعا كلامنا وفقرتنا مستمرة مع سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، وكنا بنتكلم عن القمة المصرية الفلسطينية اللي عقدت في القاهرة. بالإضافة طبعا لده عندنا زيارة مهمة لوزير الخارجية الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط. سعادة السفير أهلا بحضرتك مرة تانية. وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن أهمية زيارة بلينكن للمنطقة. حضرتك قلت أن النهاردة هو موجود في إسرائيل بعد الجولة بتاعته ما خلصت. طيب الولايات المتحدة الأمريكية عايزة إيه من هذه الزيارة؟ يعني هو معروف مواقف هذه الدول هي ثابتة وواضحة للعلن منذ البداية. هل هو موجود النهاردة في إسرائيل لإبلاغ الجانب الإسرائيلي بما تم التوصل إليه أو بمواقف هذه الدول؟ طب ما احنا قلنا أن المواقف معروفة، طب موجود في إسرائيل ليه؟ هل مثلا لمحاولة الضغط على الجانب الإسرائيلي؟ يعني حضرتك زي دي الجولة أو الجولة الرابعة لأنتوني بلينكن في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر. الموقف الأمريكي هو موقف دعم لإسرائيل، ومسألة الضغط الأمريكي على إسرائيل دي مسألة إحنا يجب أن نكون حذرين جدا فيها، لأنه إذا كان في خلافات البعض بيتحدث عنها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ 7 أكتوبر هي خلافات في التكتيك، لكن ليس خلافات على الأهداف، الأهداف مشتركة أو خلافات على الاستراتيجية. فأنا لا أتصور أن في ضغط. إذا كان في ضغط فعلا على ضغط أمريكي على إسرائيل، بسيطة جدا، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقف عن تسويد إسرائيل بالذخائر والاعتداء العسكري. تعلمون أنه من 7 أكتوبر لغاية منتصف ديسمبر الولايات المتحدة الأمريكية زودت إسرائيل ب 29,000 قنبلة، من ضمنهم قنابل زنة القنبلة الواحدة 2000 رطل، قنابل بتخترق الجبال والصخور والأنفاق. فعلى المستوى الاستراتيجي فيش أي خلاف بين إدارة بايدن وإسرائيل حاليا، لكن هو بايدن، هي الولايات المتحدة الأمريكية بتهدف إلى إيه حاليا بعد 3 أشهر من هذا العدوان اللي داخلين الشهر الرابع دلوقتي، ولم تحقق إسرائيل أي شيء ملموس على الأرض إلا الدمار. فأول هدف أنا في تصوري حضرتك هو الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأجانب اللي لدى حركة المقاومة. تاني هدف هو محاولة إقناع الدول العربية بتصورات أمريكية إسرائيلية على إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، وإنه لأن الدول العربية أعلنت ومصر في المقدمة إن هي لن تقبل
بأي سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع ولا أي إدارة إسرائيلية للقطاع، وإن الجانب الفلسطيني ممثلا في السلطة الفلسطينية والمنظمة وحركات المقاومة في غزة هم الذين يتحملون مسؤولية إدارة قطاع غزة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن الدول العربية تشارك بصورة أو بأخرى في الترتيبات المرحلة الانتقالية في غزة، وخصوصا في المجال الأمني. في كذا أفكار، يعني من ضمن هذه الأفكار كان في وزيرة خارجية ألمانيا اقترحت أو ألمانيا اقترحت أو مرحبة بإرسال قوات ألمانية إلى قطاع إلى 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 جنوب لبنان، وإلى وممكن تكون تشارك في أي قوات دولية يتم تشكيلها لحفظ السلام. هي ممكن نقول حفظ السلام أو بس يصدر بها قرار من مجلس الأمن. يعني الهدف الآخر اللي هو بقى بيهم الولايات المتحدة الأمريكية هو عدم توسيع الحرب في المنطقة، وخصوصا في جنوب لبنان بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين حزب الله. كما تعلمون أنه في تنسيق أمريكي أوروبي في هذا السياق. الممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيف بوريل كان في بيروت لاحتواء الموقف، لعدم تصعيد الموقف في جنوب لبنان، ثم توجه إلى الرياض للاجتماع مع بلينكن، لأن أمس بلينكن كان في السعودية وتوجه من السعودية إلى إسرائيل. دولت الثلاث أهداف الرئيسية في تقديري لوجود بلينكن. يعني هو بينقل في لقاءاته اليوم، هو بينقل حيحاول بعد حضرتك لما أجرى مباحثات في عدة عواصم عربية، حيحاول مع الجانب الإسرائيلي يطرحوا رؤية للمرحلة الانتقالية للترتيبات الانتقالية في غزة الفلسطينيين والدول العربية توافق عليها. ممكن جدا الطرح ما يتمش اليوم، وإنما ممكن جدا أما يعود إلى واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن استمعت إلى الرأي الإسرائيلي أو وجهات النظر الإسرائيلية، تطرح من جانبها تصوراتها عن الترتيبات الانتقالية في قطاع غزة. اللي ممكن أتصور أنه بلينكن يسيره مع الإسرائيليين هو العنصر الفلسطيني. طبعا إسرائيل قالت ولا حماس ولا السلطة الفلسطينية، لكن أنا أتصور أن بلينكن حيحاول يقنع الإسرائيليين بدور للفلسطينيين في إدارة قطاع غزة، لأنه طبعا لا الفلسطينيين ولا الشعب الفلسطيني في غزة ولا الدول العربية هتقبل بأي سلطة مدنية فلسطينية تقوم إسرائيل بإنشائها. يعني آخر اقتراح جاء في هذا الصدد أن العشائر في قطاع غزة، العشائر الفلسطينية في غزة، هم الذين يتولون الإدارة المحلية. طبعا ده العشائر نفسها رفضت، أصدرت بيان ورفضت في ذلك، وكذلك السلطة الفلسطينية. بمعنى آخر أنا أتصور أن بلينكن في إسرائيل هيحاول يقنعهم أن يبقى في دور للسلطة الفلسطينية، بحيث أن السلطة الفلسطينية تبقى في الصورة، لأنه لا بديل آخر. وأنا أعتقد دي وجهة نظر مصر، لا بديل آخر عن ذلك. أن اللي يدير قطاع غزة هو الشعب الفلسطيني، واللي يختارهم الشعب الفلسطيني. طبعا كما تعلمون حضراتكم انه طبعا ده بيلقي مسؤوليات كبيرة على السلطة الفلسطينية وعلى كافة الفصائل الفلسطينية، بيلقي عليهم مسؤوليات كبيرة ان هم يوحدوا مواقفهم. طبعا ونأخذ في الاعتبار ونأمل ان حماس والجهاد الإسلامي يتفقون مع هذا الرأي، ان الأوضاع في غزة بعد 7 أكتوبر
وبعد ما ينتهي العدوان الإسرائيلي لن تكون كما كانت قبل 7 أكتوبر. بمعنى أن المجتمع الدولي هيرفض تماما أنه اللي يدير قطاع غزة هي حكومة حماس فقط. فهنا ده بقى حاجة ده بيلقي مسؤولية كبيرة على كافة الفصائل الفلسطينية وعلى السلطة الفلسطينية، كيف يمكنهم توحيد القرار الفلسطيني في المرحلة القادمة، توحيد القرار الفلسطيني بحيث أن فلسطين تتحدث بلغة واحدة وبصوت واحد في الساحة الدولية. وده اللي كانت مصر بتسعى له طيلة السنوات الماضية من توحيد الكلمة. من 2007 حضرتك، ثم وبعد 2014 في مصر رعت لقاءات عديدة وحوارات، عدة حوارات بين السلطة وبين فتح ومنظمة وحماس والجهاد الإسلامي، وفي اتفاقيات كل تلك المنظمات تم التوقيع عليها لتنفيذ وتفعيل الوحدة الوطنية الفلسطينية. ومن ضمن الاقتراحات المصرية في كما أشرنا في بداية الحلقة مجموعة الأفكار والمقترحات المصرية اللي تقدمنا بها، اللي مصر تقدمت بها، كان تشكيل البعض سماها حكومة تكنوقراط. يمكن الاسم يمكن اختيار الكلمة دي كان له دلالته في ذلك الوقت، لكن هي حكومة فلسطينية. يعني حكومة فلسطينية تدير قطاع غزة وتكون مسؤولة عن الأمن. وإنه يعني ده اللي أنا أتصور إن بلينكين هيركز عليه في محادثاته مع الإسرائيليين اليوم. هو دائما كان يقول حضرتك وتقليل، يعني هم بدأوا المرحلة الثالثة، الإسرائيليين بدأوا المرحلة الثالثة، ودي برضو ده استجابة لمطالب أمريكية. يعني في الجولة الثالثة لبلينكين وفي الاتصالات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية كانوا يقولوا يعني بدل القصف العنيف من السلاح الجوي الإسرائيلي، بدل من استخدام المدرعات الدبابات الإسرائيلية والسلاح المدفعية الإسرائيلية، لا نروح مرحلة ثالثة، أنه ما أسموه الجانب الأمريكي الأهداف ذات قيمة عالية يتم التعامل معها باللي احنا بنسميه استخدام الوحدات الخاصة، بحيث يتم يعني حماية المدنيين من القصف. ده أقصى حاجة راحت إليه. لكن طبعا مصر تأمل مع الدول العربية ومع فلسطين أن الإدارة الأمريكية ترى أن الوقت قد حان للمطالبة بوقف إطلاق نار فوري. أكيد النهاردة هيكون بعد قليل في مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري السيد سامح شكري وناظرته الألمانية أنالينا بيربوك. إحنا متخيلين أن إيه المحاور اللي هيتم مناقشتها أو إيه اللي هيتم طرحه في هذا المؤتمر الصحفي؟ يعني أنا أتصور يا فندم، يعني هو يعني مصر هتؤكد على ضرورة وقف إطلاق نار، وكذلك حضرتك بقى لحين التوصل إلى وقف إطلاق نار إدخال المساعدات الإنسانية بالوتيرة بالمعدلات وبالكميات المطلوبة لتغطية كافة قطاع غزة. وهنا طبعا الموقف الألماني كان كما تابعته حتى من 7 أكتوبر، وكما تابعته كلمة وزيرة الخارجية الألمانية في مؤتمر القاهرة للسلام، اللي كانت حضرتك ساعتها قالت في خطابها، وده كان لافت للنظر، انه يجب شن الحرب على حماس. اعتقد ان الموقف الالماني يعني اتغير للافضل، واتصور ان زيارتها للقاهره في اطار جوله في المنطقه بتاتي في هذا الاطار. وكما اشرنا حضرتك انه هي نشرت مقاله مع وزير خارجيه بريطانيا بتدعو فيه الى وقف اطلاق نار. فأنا أعتقد أن هذه الزيارة بتأتي في إطار الجهود المصرية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة. أكيد كل الشكر لحضرتك. شكراً. معالي شكراً. السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، نورتنا وشرفتنا وسعدنا بوجود حضرتك. شكراً جزيلاً يا فندم. شكراً.